هل يصلى على قاتل نفسه؟ نعم، هو مسلم، هو مسلم، كل مسلم يصلى عليه. قد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله. يصلى عليه لأنه مسلم، ولكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا تترك الصلاة عليه. إلا أنهم قالوا إن ولي الأمر أو نائب الإمام لا يصلي عليه من أجل الردع، من أجل الردع والزجر عن هذا الفعل، وأما بقية المسلمين فيصلون عليه. نعم.